الوزارة قررت أن يكون هناك مناطق تكنولوجية موزعة على برج العرب ومدينة السادات في الوجه البحري وفي الوجه القبلي عندنا في أسيوط الحقيقة وفي بني سويف. كل محافظة من هذه المحافظات بيبقى متواجد فيها مركز للإبداع وريادة الأعمال. هذا المركز الحقيقة هو اللي بيحتضن كل المبدعين في هذه المحافظات والمحافظات المجاورة، إلى جانب أنه يقدم كافة التسهيلات للمبدعين. واحد من المناطق التكنولوجية التابعة للوزارة المنطقة التكنولوجية في برج العرب، اللي اتعمل فيها واحدة من أهم مسابقات برمجة وتصميم الروبوت لتلاميذ المدارس. السنة دي مشارك فيها 140 فريق من 16 محافظة مختلفة، 9 سنوات ل 16 سنة. مسابقة الأفل قال السنة دي بتتكلم عن المية، ازاي ان احنا بنحل مشاكل المية كلها. من اهم الحاجات اللي احنا بنحكمها النهاردة المبادئ بتاعت الاطفال، ان هي تساعد بعض وتساعد الفرق التانية. ده جزء من التحكيم. الجزء التاني في التحكيم ان احنا بنحكم الريسيرش بتاعهم نفسه وفكرة الولاد البحثية نفسها، وازاي طريقة عرض البحث بتاعهم. الجزء الثالث في التحكيم بيكون على الديزاين بتاعهم. الاطفال بيبنوا روبوت من الليجو بينفذ مهمات. الجزء الأخير في التحكيم الماتشات دي كل روبوت لكل فريق اللي ثلاث فرص ان هما يدخل ماتشات، وبيبدأ ان هو يعمل الميشنز اللي وراها لنا في لجنة التحكيم فوق ويبدأ ينفذها على أرض الواقع. أنا عمر في فريق أكوا تيم. الفكرة بتاعتنا إن إحنا هنجمع الهواء الرطب في تانك هيكون سطحه بارد، فهيحصل كوندنسيشن. بس المشكلة إن المية اللي هتطلع مية مقطرة وهي مش صحية على المدى الطويل، فهنضيف عليها شوية معادن علشان تطلع مية صالحة للشرب.